السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. كل سنة طيبة. أنا عمرو الليسي. أيوة حضرتك. إزاي؟ ده منزل بوسي محمد علي؟ أيوة. حضرتك؟ أيوة. أنت بوسي؟ أيوة أنا بوسي. أنت كلمتي برنامج حق حلمك؟ أيوة كلمته. كلمتي أمتى؟ كلمته من فترة كده عشان كنت مخطوبة 4 مرات وحصلت مشاكل واتفسخنا بسبب الجهاز العروسة اللي على الأجهزة الكهربائية. فأنا شفت في برنامج على برنامج الحياة الحمراء فاتصلت بيهم. كان طلبك إيه؟ الأجهزة الكهربائية. طب تسمحيلي نقعد معاكي شوية؟ تعالى اتفضل. دي والدتك؟ اه دي والدتي. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح الفل. كل سنة طيب. وأنت طيب. رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يخليك علينا وعليك طيب. يا رب. وكوسي كيجي تعالى كوسي جنبنا كده. أصل إحنا الحقيقة إحنا برنامج حق حلمك. وبعدين أنا سمعت الرسالة بتاعت بوسي فجيت أقابلها بنفسي. أهلا بحضرتك. عشان أسمع منها الحكاية لأنها حكي حدوتة كده يعني في الموضوع فأنا حبيت أسمع منها التفاصيل كلها يعني. أهلا بحضرتك. احكي لي بقى إيه الحكاية؟ أنت حكايتك إيه بقى؟ أنا والدي أولا ماما شكلها ست أميرة قوي يعني. لا خليك لك الله يعني ربنا يكرمك بيها. أنا والدي متوفي ومعايا أخ وعنده 6 ولاد فما حدش يعني أنا اتخطبت 4 مرات ودي الخامسة. اتخطبتي 4 مرات؟ لا ودي الخامسة. بس مش معايا ان انا اجيب جهاز العروسه اللي هو الاجهزه الكهربائيه. هو ليك بيشتغل ايه دلوقتي؟ ميكانيكي. ميكانيكي؟ وانت بتشتغلي ايه؟ لا ما بشتغلش. لا وعايزه تشتغلي ولا تقعدي في البيت؟ لا عايز نقعد في البيت. الوالده بقى تحكي لنا الحكايه ايه بقى؟ نعم. واضح انك انت شقيانه وتعبتي عليهم. اه الحمد لله. جوزك مات من 3 سنين؟ من 3 سنين وشويه. دخل في الرابعه. كان عيان؟ كان عيان عنده جلطه بقاله 3 سنين قبل ما يموت. فشل كلوي. كان بيشتغل ايه؟ لا كان بيشغل في الفرن. اه بعد ما مات انت عملت انت عندك غير بوسي مين تاني؟ ما عنديش غير هي بس الاخرانيه دي رندا وطارق. انتوا عايشين في الاوضه دي؟ اه احنا عايشين فيها. يعني كنت عايشه انت هنا انت وجوزك والولاد الثلاثه؟ اه والولاد الثلاثه هم اتجوزوا وانا لسه. هم اتجوزوا لا طارق كان اتجوز قبل ما اجي هنا. ما شاء الله. بس دي اللي اتجوزت وانا هنا. دي سر باباك يا الله. اه دي ابويا. طب بعد بقى ما والد بوسي توفى عملت ايه حضرتك؟ ما عملتش حاجه كنت بشتغل وبعد كده لما عيني وجعتني وراحت قعدت في البيت لما عيني راحت باخد 560. ده معاش ايه بقى؟ معاش الفرن. ده معاش بتاع الفرن بتاعك؟ ده معاش الفرن. وانت عملتي ايه بقى بعد ما توفى؟ صرفتي على بوسي ازاي واخواتها ازاي؟ كنت ببيع فطير على المتر. بفسير كويس؟ بجيب من الدكان وببيع وربيتهم الحمد لله. أظن يعني تربية البنات بعد وفاة الأب بتبقى صعبة يا أمي صح؟ بتبقى صعبة. صح بتبقى صعبة. تعبتي حضرتك؟ الحمد لله ربنا كملان على خير يا رب. دلوقتي أمنيتك إيه بقى؟ أمنيتي أطلع الحج وأبقى مبسوطة والحمد لله على كده ختم الكتاب والحمد لله. أنت بقى خدت الشقة فين؟ فين عندنا في الشارع برضو. اوعى تكوني بعيدة عن ماما. لا ما هنا قريبة ليها الشارع بعدنا بشارعين كده. شارعين؟ اه. طيب فاضل لك ايه بقى المفروض؟ الاجهزة الكهربائية التلاجة والغسالة والبوتاجاز. دول ما جوش لسه لغاية دلوقتي؟ مش قادرة تجيبيهم؟ لا ماما اصلا ما مش معاها هناك. ايه كانت اجيب كارد قلت لها لا كارد حرام يخرب البيت. انت فكرت تاخدي كارد عشان تجيبي لها الاجهزة الكهربائية؟ اه والله. اعمل ايه انت دلوقتي دخلك كام في الشهر يا ام؟ 560. الأوضة دي إيجار ولا تمليك؟ لا ده إيجار ب120. 560 نشيل منهم 120 يعني هيبقى تقريبا 440. اه. عايشة بيهم أكل وشرب ونوم؟ الحمد لله. هعمل إيه؟ على قدي. طب والعلاج بتصرفيهم؟ العلاج بجيبه على التأمين. أنت ست عظيمة. الله يخليك. يعني ربنا يكرمك. الحمد لله. الحمد لله راضية يا حاجة. الحمد لله. احمدك يا رب. الحمد لله. اصل الرضا ده دي نعمة من عند ربنا. اهم حاجة الرضا. الحمد لله. انت راضية؟ اه الحمد لله نعمة. اه الحمد لله. انت بقالك قد ايه في الاوضة دي؟ انا بقالي 26 سنة هنا. 26 سنة. يعني من عمرك تقريبا؟ لا من قبليها. لا من قبليها بسنتين. انا عندي 28 سنة. من قبليها بسنتين. الاوضة هنا. وليه بتقضي رمضان ازاي بقى؟ بتفطروا على ايه؟ والله الموجود. والنبي بتفطروا على ايه؟ والله العظيم النبي اللي انت قايله. والله يا جيت افطر معاك النهارده. الله مش هتعزميني على الفطار النهارده؟ لا ان شاء الله باذن الله. طيب ايه طبخه النهارده؟ لا النهارده والله ما طبخه حاجه. ناكل من السوق. مش طبخه؟
لا مش طبخني ماي بره. طب برضه قرديحي ماشي، احنا نفطر قرديحي ماشي على عنينا. ربنا يخليك. عموما انا عايز اقول لك انا جاي النهارده عشان احقق حلم بوسي. انا جاي وجايب لها معايا الاجهزه الكهربائيه بتاعتها اللي هي تكمل بيها جهازها ان شاء الله باذن الله. الف الف مبروك. اتفضلي بقى يلا انت معلش احنا جينا فجاه، انت لابسه جاهزه تنزلي معانا تستلمي الحاجات؟ البس العبايه. يلا البسي العبايه مستنيك يلا عشان تنزلي.